هذا وقد أفادت مصادر في قطاع غزة بانقطاع الكهرباء تماما عن مستشفى العودة شمال القطاع ومجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. وأشارت المصادر كذلك إلى استشهاد أطباء جراء استهداف طائرات الاحتلال مستشفى غرب مدينة غزة، موضحة أن طائرات مسيرة إسرائيلية تهاجم مجمع الشفاء وتطلق النار على النوافذ. كانت وزيرة الصحة الفلسطينية مايل كيلا قد أعلنت أن 39 طفلاً معرضون للوفاة في أي لحظة نتيجة لانقطاع الكهرباء والأكسجين بمجمع الشفاء الطبي.